هذه هي قرية الترمبي التي تقع إلى القرب من مدينة سراخر إلى الغرب منها، والتي قام الجيش اليوم باقتحامها في الساعة السابعة صباحا، والذي قام بتدمير أكثر من 10 منازل وحرقها حرقا كاملا في القرية. وبحسب شهادات أهالي القرية الذين استطعنا التقائهم بعد خروج الجيش والذي خرج من القرية منذ ما يقارب النصف ساعة، أنهم قاموا بتدمير القرية تدميرا كاملا وعاثوا بها فسادا، وحصلت اشتباكات مع بعض أفراد عناصر الجيش الحر الذين اضطروا للانسحاب نظرا لعدم مقدرتهم على مواجهة العتاد والدبابات التي اقتحمت القرية. وكان لنا جولة في أنحاء القرية استطعنا من خلالها تصوير والتقاط بعض المقاطع التي تثبت أعمال التدمير والتخريب التي قام بها الجيش النظامي صباح هذا اليوم.